بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائي التلاميذ مرحبا بكم في هذا الفيديو. إن شاء الله غادي نصحو إكزارسيس دو في لاسيغي ديال لو ديبور إخصي الدرس الأول في الكهرباء. إذا نبدأ على بركة الله بقراءة التمرين إكزارسيس دو. On réalise le montage de la figure 1 formée de un générateur idéal du courant qui alimente de suite par un courant d'intensité E0 égale 1 mA. عندنا ان كوندونساتور دو كاباسيتي سي انيسيالمون ديشارجي، ان كوندكتور اوميك دو ريزيستانس ار، عندنا ان انتيرابتور ك دو بوزيسيون 1 و 2. اذا هذه هي لي سيركوي، لي سيركوي اللي عندكم تتكون من ان جينيراتور ايديال هو هذا، وعندكم الكوندونساتور هو هذا، وعندكم الكوندكتور اوميك هو هذا، وعندنا الانتيغيبتور عنده جوج ديال لي بوزيسيون واحد و جوج. بروميير بارتي عندكم في التمرين هو تي ايكال ا زيرو، اون باسكول الانتيغيبتور على بوزيسيون 1، و اونسويت لي فارياسيون دو لا تونسيون يو سي اون فونكسيون دو طون، و اون اوبتيان لا فيغور لو كور دو لا فيغور 2. اذا عندنا هذا هو لا فيغور اللي لقيناه، هو هذا اللي عندكم عباره عن داله خطيه. alors première question déterminer l'armature négative. اذا هنايا غادي نحددوا l'armature négative. اذا كما شفنا كما قلت لكم في الفيديو الاول ان l'armature négative هو اللي تيخرج فيه الكورون الكتريك. عندنا هذا هو هذا الكوندونساتور. الى جا عندنا الكورون من هذه الجهه، دونك هذا لارماتور هذا غيكون فيه البوزيتيف، وهذا كيكون فيه الموا. دونك لارماتور بوزيتيف او نيجاتيف كيتعلق بلو سونس ديال لو كورون الكتريك. كنشوفو فين جا لو سونس، الى جا من هذه الجهه دونك هذا كيكون فيه الموجب، والى جا من هذه الجهه هذه كيجي فيه هذا تنقولوا بانه تيكون بانه فيه لا شارج نيجاتيف. داكوغ. الو غادي نبداو بكيستيون 1. كيستيون 1 غادي نديرو لارماتور نيجاتيف اي لارماتور نيجاتيف. عندكم ا هو الموجب، وعندنا ا هو هو السالب. علاش؟ لان الكورون راه جا من هاد الجهه هادي، وغادي يجيب جد الدوره، وغادي يجيب الدوره من هنايا، وغادي يدخل في ا. دونك ا هو يكون فيه البوزيتيف، و بي غيكون فيه النيجاتيف، دونك هو بي. دونك هذا هو كيستيون 1. اون باس على دوزيام كيستيون. مونتر كو ليكسبريسيون دو لا تونسيون او بورن دو كوندونساتور سيكري يو سي ايغال اي زيرو على سي فوا تي. إذا خاصنا نبينو بأن يو سي كيتكتب على هاد العلاقة هادي. إذا أول حاجة غادي نبداو بيه، إذا هنا غنبينو بأن يو سي كيساوي أي زيرو على سي تي. دونك هادي هي العلاقة اللي خصنا نبينو. إذا باش غنبداو هنايا، ونبداو بالتعبير اللي كنعرفو. دونك العلاقة ديال كيو، حنا كنعرفو بأن كيو شنو كيساوي. كيو كيساوي كيساوي سي مضربة في يو سي. هذا يعني ان يو سي شنو كيساوي؟ كيساوي كيو على سي. يعني هذا من جهة علاقة واحد. ثم كنعرفو بان شدة التيار الكهربائي اي. في هذه الحالة بما ان عندنا لو كورون كونتيني، دونك اون لو كورون لو كورون كونتيني يعني ما كيتغيرش في هذه الحاله هذه. دونك غادي نقولوا بان اي كما قلت لكم في الفيديو الاول، ان اي كيساوي كيو على دلتا تي، اللي هو كيو بالنسبه لدلتا تي هو تي ناقص تي زيرو. كتلاحظوا هنايا في هذا الميبيان ان هذا الميبيان كيمر من اصل التواريخ، تي كتساوي زيرو، دونك تي زيرو كتساوي صفر، الو غيكون عندنا كيو على تي. دونك هنا كنستنتجو بان شنو كيساوي هاد كيو؟
بي كيساوي اي فوا تي، اي فوا فوا تي. هادي علاقة جوج. دونك غادي نديرو جوج دون ا، دونك غنعوضو العلاقة جوج في واحد، غيكون عندنا او سي كيساوي هنا خدامين بي زيرو كيما عندكم عطاوكم في التمرين. غادي نديرو هنايا غنعوضو هاد كيو بهاد التعبير هذا، يكون عندنا اي زيرو على سي فوا تي. دونك هذه هي العلاقة اللي مطلوبة نبينوها. الو اون باس على كيستيون 3. Vérifie que C égale 1,5 fois 10 à la puissance moins 3 farads. Et donc, nous allons dire question 3. Donc, nous allons dire que C qui est 1,5 fois 10 à la puissance 3 farads. Donc, nous allons dire que C est 1,5. Et donc, nous allons dire que nous allons commencer avec le UC. Donc, on a UC كيساوي A0 على C فوا تي، هدا من جهة غنسميها واحد، و عندنا هنايا قلنا لا فونكسيون UC أون فونكسيون دو طون، هي عبارة عن دالة خطية، إتون فونكسيون لينيير. كيما شفتو بان الفونكسيون لينيير في الرياضيات التعبير ديالو غادي يكون على هذا الشكل هذا، او سي كيساوي واحد العدد اللي كنسموه معامل الموجه مضروبه في الـ في الـ في الافاصيل، يعني اللي عندنا في الافاصيل. دونك كنديرو او سي كيساوي ام على ام افيك ام نسميوه لو كوفيسيون ديريكتور، بافيك ام لو كوفيسيون ديريكتور، يعني حسنا غنحددوه. دونك غيكون عندنا ام شنو كيساوي، غادي ناخدو جوج ديال القيم من الميديان، غادي ناخدو القيمة الأولى اللي هي جوج فولت على تلاتة، دونك يكون عندنا هنا جوج تلاتة، وعندنا صفر صفر. ألوغ غادي نديرو جوج على تلاتة شحال كتساوي، جوج ديفيزيات باغ تخوا إيكال أ زيرو فيغكول 0,66. دونك هذا هو الكوفيسيون ديريكتور، غنعوضوه غيكون عندنا او سي كيساوي 0,66 تي. دونك هذه العلاقه الثانيه. الوغ شوفوا معايا غادي نديرو الكومباريزون اونتر هاد لا رولاسيون مع هادي. الى درنا الكومباريزون غيكون عندنا هنايا، دونك غنديرو اون كومبار On compare 1 et 2. Alors, on connaît bien Anna et 0. Il a quand même dit juste qu'on connaît et 0 à l'C. Je nous qui savait 0,60. C'est ce qui savait le prix malé. L'année à l'UC à l'UC à l'UC. Donc, il a dit qu'il savait et 0 à l'C. Donc, on a dit qu'il savait C. Alors, c'est vrai qu'on voit et 0. على 0,66. ألوغ عندنا A0 غتكون في المعطيات هو واحد ملي أمبير، غادي نضربو في 10 أس ناقص 3 على 0,66. دونك غادي نديرو هو هذا، واحد مضروبة في 10 أس ناقص 3 على 0,66. هنا ضربنا في 10 أس ناقص 3 باش نحولوها للأمبير. ألوغ غادي نديرو الكالكول. دونك غيكون عندنا هنايا 10 ربليسونس موان 3 divisé par 0,66. Donc, on va dire que 1,5 × 10^3. Stocké dans le condensateur à t égale 3 secondes. Et donc, on va définir la taille magasinée dans le motif عند t كتساوي 3 secondes. Et donc, on va dire هنايا question 4, on va définir EE. شحال كيساوي؟ حنا كنعرفوا ان EE كيساوي 1 على 2 C مضروبه في UC أس 2.
حنا عندنا في المعطيات قلنا سي حسب السؤال 3 ايجال 1.5 فوا 10 بليسونس موان 3 فاراداي، قلنا ا تي ايجال 3 سكوند، يعني الا مشيتو لا فيغور تي ايجال 3 سكوند غادي تلقاو بانه يو سي كيساوي 2، دونك قلنا يو سي ايجال 2 فولت. غنمشيو هنايا نديرو التطبيق عددي، دونك غنديرو او او كيساوي 1 على 2 مضروبة في 1.5 في 10 أس ناقص 3 مضروبة في 2 فولت، في 2 فولت أس 2، منساوش هاد أس 2 هذا اللي عندنا. ألو غادي نديرو كالكول، غادي نحسبو هنايا، غادي نديرو 1.5 مضروبة في 10 أس ناقص 3 مضروبة 2 أس 2 هي 4 ديفيزي بار 2، دونك غادي نلقاو هي 3 في 10 أس ناقص 3، إذا هي هاديك إلا ما غلطناش في الكالكول، هي هاديك، دونك غيكون عندنا 3 في 10 أس ناقص 3، 3 في 10 أس ناقص 3، جول الوحدة ديال أو هي الجول، دونك هادي هي القيمة اللي غادي نلقاو. ألوغ غادي نمشيو دابا لباختي جوج. Lorsque la tension au bourron du condensateur est égale à 10 volts, on bascule l'interrupteur à la position 2 et on obtient la courbe de la figure 3. Donc, on a rejoint l'interrupteur, on a rejoint la position 2 et on a rejoint le monhana. Donc, on a rejoint le monhana, on a rejoint le monhana. Donc, on a rejoint déterminer l'équation différentielle كي فيغيفي باغ أو سي. إذا هنايا عندنا هذا هو هذه هي الدار علاش غنخدمو، إذا مبقاش هذا وهذا تحيد، دونك يكون عندنا دابا الكورون كيدور كيجي، هذا هو اللي غيلعب الدور ديال المولد وغادي غادي كيدور. دونك في هاد الحالة هذا شنو غادي نديرو؟ أنو كنديرو دائما قلنا دابخي لا لوا دو لاديفيتي قلنا أو سي بلوس أو آر إيكالا زيرو، بما ان طلبوا منا بدلاله يو سي، يعني هاد يو ار هذا غادي نعوضو، اي قلنا يو ار شنو كيساوي ار فوا اي اللي هو ار، شنو كيساوي اي بدلاله يو سي كما قلنا في الفيديو الاول انه كيساوي اي كيساوي سي دي دو يو سي على دي دو تي، دونك يو سي كيساوي دي يو سي على دي تي. الو غادي نمشيو نعوضو في هاد المعادله هادي، دونك غيكون عندنا يو سي زائد الى حيدنا هاد يو ار وعوضنا بهادشي اللي كيساوي غيكون هو ار سي دي دو يو سي على دي دو على دي دو تي كيساوي صفر، دونك هادي هي ليكواسيون ديفيرونسيال. الو غادي نمشيو لكيستيون 2. لا سوليسيون دو ليكواسيون ديفيرونسيال سيكري دو فورم، عندنا يو سي كيساوي ا اكسبونسيال ناقص الفا تي، ديتيرميني لي زيكسبرسيون de A et alpha en fonction des paramètres du circuit. Et donc, comme je l'ai vu dans la vidéo, nous allons déterminer A et nous allons déterminer alpha en utilisant les grandeurs qui sont dans le circuit. Donc, on va dire question 2. Nous allons savoir que nous allons déterminer A, qu'est-ce qu'il s'agit, et nous allons déterminer alpha, qu'est-ce qu'il s'agit. Donc, غادي نبداو دائما بالحل اللي عطاو لينا، كيما قلت لكم في الفيديو الاول دائما كنبداو من داكشي اللي عطاوكم، عطاو لينا التعبير ديال يو سي كيساوي ا اكسبونونسييل ناقص الفا تي، دونك هذا هو التعبير اللي غنبداو به. من بعد كنديرو ليه لا ديغيفي باش نعوضوها هنايا دي دو يو سي على دي دو تي. بالنسبه لا ديغيفي ديال هادي شنو قلنا؟ قلنا كناخدو كنخليو بعدا هاد ا اكسبونونسييل ناقص الفا تي كنخليو كيما هو، وكناخدو هادشي اللي كاين هنا في الاكسبونونسييل ما عدا تي، كناخدو كلشي الا تي، دونك غيكون عندنا هنايا موان الفا، دونك هذا هو التعبير ديالو. الو اون غومبلاس هاد ليكسبرسيون هادي في ليكواسيون ديفيرونسييل، دونك غادي يكون عندنا يو سي هو نعوضو يو سي بهادشي، هادي يو سي هذا غادي نعوضو بهادشي اللي عندنا ا اكسبونسييل ناقص الفا تي زائد هذا ار سي، وهذا غادي نعوضو بهادشي عندنا زائد غيولي ناقص لان كاين واحد ناقص هنا ناقص ار سي ا اكسبونسييل ناقص الفا تي، هادشي هذا شنو كيساوي؟ كيساوي صفر. مزيان، دابا شنو غادي نديرو؟ غادي نعملو بهاد
a اكسبونسيال دونك a اكسبونسيال ناقص الفا تي. شنو يبقى لينا هنا؟ يبقى لنا واحد ناقص اغ سي اغ سي فقط. يتعملنا ب a كيساوي صفر. الوغ هذا ما كيساوي صفر، دونك هذا راه اللي هو اللي كيساوي صفر، اغ سي كيساوي صفر. هنايا ما ننساوش بان كاين الفا، دونك اغ سي هاد الفا هذا نسينا هنايا الفا، دونك الفا اغ سي، دونك واحد ناقص الفا اغ سي. هنا راه عملنا ب ا اكسبونسي ناقص الفا تي، غيبقى لينا واحد ناقص اغ سي الفا، هو هذا كيساوي صفر، دونك هنا غيكون عندنا الفا. الو غادي نستنتجو بان اغ سي الفا كيساوي واحد. اذا اول حرف غادي نلقاو هو الفا اللي كيساوي واحد على اغ سي، دونك هذا هو الفا. ثم غادي نحددو دابا ا، كيفاش غادي نلقاو ا؟ بالنسبه في هذه الحاله ديال لا ديشارج ا كنحددوه تي ايكال زيرو، كنقولو عندنا تي ايكال زيرو. شوفوا معايا بالنسبه ل يو سي تي ايكال زيرو، الا لاحظتوا معايا بان تي ايكال زيرو كيكون ثابت اللي هو كيساوي 10 فولت اللي عندكم هنايا. اللي كتلاحظوا في التمرين هنايا راه تي ايكال زيرو عندكم الكوندونساتور في هذه الحاله اللي شارجي غيولي دي فولت، دونك نكتبوا هنا دي فولت. اذا في هذه الحاله هذه غادي نمشيو لهذا التعبير، هذا غادي نديرو يو سي تي ايكال زيرو. شنو كيساوي؟ ا اكسبونسييل. الى عودنا هنايا تي بصفر غيولي عندنا اكسبونسييل اللي هو ا واللي هو 10 فولت، دونك ا كيساوي 10 فولت اللي هو ا اللي هو الجينيراتور. كيف هذه الحاله راه ما عندناش او في المعطيات، دونك غنديرو 10 فولت. غادي نمشيو للسؤال رقم 3. ديتيرميني لا فالور دو تو اي اون ديدوير لا فالور دو لا ريزيستونس ار. اذا هنا غادي نحددو لا فالور ديال تو وغنستنتجو لا فالور ديال ار. اذا هنايا السؤال رقم 3، دائما قلنا باش نحددو تو شنو خصنا؟ كنستعملو الميبيان دابخي لا فيغور تو دابخي لا فيغور 2. دابخي لا فيغور 2 الا كتلاحظوا من هذا الميبيان هذا غادي عندكم واحد المماثله ديجا مرسوم، هو هذا كيتقاطع مع محور الافاصيل في هذه الحاله هذه في هذه النقطه هذه، دونك اللي هي 0.5 اللي هي طو. الوغ دابخي لا فيغور 2 عندنا طو كيساوي 0.5 سكوند. اذا هنايا كتذكير ردوا البال معايا في هذه الحاله، ماشي بحال الحاله اللي درنا في الفيديو الاول. هنايا عندنا الديشارج، دونك عندنا ثلاثه ديال الحالات باش ثلاثه ديال الطرق باش كنحددو طو. عندنا الطريقه الاولى هي اننا كيكون عندنا المماس، الى رسمنا المماس اذا هذه هي طو. في حاله ما عندكمش المماس ردوا البال، كنديرو كناخذوا هذه القيمه هذه اللي عندكم غنسميها او، هذه القيمه اللي تتكون عندنا كنديرو 0.0 اللي كنديرو يو سي دو طو كيساوي 0.37 فوا او. اذا لان في الفيديو الاول درنا 0.63 لان عندنا لا شارج، ولكن دابا عندنا ديشارج كنديرو 0.63 حيت طو قلنا هي المده الزمنيه فاش كيتفرغ في هذه الحاله 63%. دونك الا تفرغت 63% شحال غيبقى هنا؟ غيبقى 37% اللي هي 0.37 الا قسمناها على 100. دونك كناخذوا هاد 0.37 كنضربوها في هاد القيمه اللي عندنا هنايا وكنمشيو كنقلبوا عليها، غالبا كتلقاوها في هاد البلاصه هادي 0.37 او، وكديروا الاسقاط على الميبيان وكديروا الاسقاط على الافاصيل وغادي تلقاو القيمه ديال طو. هذه الطريقه الثانيه. الطريقه الثالثه هي ديال تيوريكمون طو كنديروا اغ فوا سي في حاله عندنا اغ او سي. في هذه الحاله عندنا المماس، دونك راه استعملنا المماس ولقينا كيساوي 0.5 سكوند. اذا يعني هذه هي الطريقه باش كنحددو طو. الوغ غادي نمشيو نحددو دابا اغ، يعني غادي نشوفو اغ اشنو كيساوي. حنا كنعرفو بان طو كيساوي ون طو ايكال اغ فوا سي. الوغ اغ اغ ايكال طو على سي، دونك غادي نديرو التطبيق العددي. عندنا طو ايكال 0.5
وبالنسبة بالنسبة للسيرة عندكم في المعطيات هي 1.5 في 10 أس ناقص 3. دونك غادي نديرو كالكول، غنديرو 0.5 ديفيزي على 1.5 فوا لي سالب ليسونس موان 3 إيجال 333.3 أوم. دونك هذه هي القيمة ديال المقاومة الموصل الأومي. ألوغ غادي نمشيو كيستيون كيستيون 4. مونتخي كو ليكسبريسيون دو لانتونسيتي دو كورون إي إيجال موان 0.03 فوا إكسبونونسيال موان موان 2 فوتي. إذا هنا السؤال رقم 4 غادي نبينو بأن إي إيجال موان 0.03 فوا إكسبونونسيال ناقص 2 فوتي. هنا في السؤال رقم 2 عندنا يو سي، قلنا دابخي لا كيستيون 3 قلنا يو سي إيجال A إكسبونونسيال ناقص ألفا تي، وكنا بينا أ وبينا هاد ألفا، قلنا بأن يو سي قلنا بأن هاد أ كيساوي 10 مضروبة في الإكسبونونسيال ناقص، قلنا بأن ألفا كيساوي 1 على إر سي، 1 على إر سي اللي هو طو، دونك ألفا كيساوي 1 على طو، دونك هي تي على طو. إذا هنايا غادي نجيو نديرو نستخدمو هاد التعبير ديال إي. شنو هي هاد إي؟ قلنا بأن إي شنو كيساوي؟ تان ساشون كو إي إيكال دي دو كو على دي دو تي، أو لا كيساوي سي دي دو إي سي على دي دو تي، يعني بحال بحال. إذا عندنا إي كيساوي سي دي دو إي سي على دي دو تي. شنو هو الإشتقاق ديال إي سي؟ في حالة درنا الإشتقاق لهذا دي دو إي سي على دي دو تي شنو كيساوي؟ إلا درنا ليه الإشتقاق غادي نديرو 10 إكسبونسيال ناقص تي على طو كيما قلنا. بالنسبة لهاد طو، هاد طو هادي كنزلوها، إذا ناقص 1 على طو كنخليو غير هاد تي مكنزلوش، تيكون عندنا ناقص 1 على طو. إذا هذا هو الإشتقاق ديال الإكسبونسيال كيساوي شحال لقينا في طو؟ لقينا في طو 0.5، دونك صفر واحد ناقص 1 على 0.5 اللي هي غتعطينا ناقص 1 على 0.5 مضربة في 10 إكسبونسيال ديال ناقص تي على طو. دونك غيكون عندنا في هاد الحالة بأن دي دو أو سي كيساوي عدد دي دو تي كيساوي، إلا درنا 10 مقسومة 10 مقسومة على 0.5 غتعطينا 20. دونك هنايا غيكون عندنا موان 20 إكسبونسيال. وهنايا بالنسبة لهاد الطو إلى عوضنا 0.5 درنا 1 على طو راه غيعطينا 2، دونك كنا موان 2 فوا طو. دونك هنايا 1 على 0.5 هي موان 2. إذا غنمشيو نعوضو هنايا في هاد إي، دونك غيكون عندنا إي شنو كيساوي؟ سي راه ديجا بيناه هو 1.5 مضروبة في 10 أس ناقص 3. دي دو اس على تي هو هذا، غيكون عندنا هنا ناقص مضروبة في 20 اكسبونسيال ناقص 2 تي. دونك غادي نحسبو هادي، يكون عندنا 1.5 مضروبة في 10 أس ناقص 3 مضروبة في 20، دونك غتعطينا هي 0.03. الوغ غيكون عندنا هاد اي كيساوي ناقص 0.03 إكسبونسيال ناقص 2 تي. دونك هذه هي القيمة اللي غادي نلقاو، هي اللي مطلوب نبينوها. إذا ننتقل إلى السؤال الأخير في التمرين رقم 2. إكسبليكي كومون أون بو شوازير لا فالور دو إر بوغ أفواغ أون ديشارج رابيد. إذا هنايا كيفاش غادي تكون القيمة ديال إر، أولا كيفاش غادي نختارو القيمة ديال إر باش نلقاو واحد لا واحد لا ديشارج ديال الكوندنساتور رابيد. اذا هنايا غادي نرجعو للقيمه ديال طو، يعني فين عندنا طو؟ يعني حنا كنعرفو بان
اون يعني هنايا غادي نديرو اون طو شنو كيساوي ار فوا سي، يعني ان ار كيساوي طو على سي. اذا باش تكون عندنا يعني يكون عندنا التفريغ سريع خاص يكون عندنا هاد القيمه ديالتو تكون صغيره، وباش تكون القيمه ديالتو صغيره خاص يكون عندنا ار تكون صغيره، لان عندنا ار كيساوي طو على سي، كل ما كانت طو صغيره ار غادي تكون صغيره. الو غادي نكتبو هنايا في هاد الكيستيون هذا pour avoir une décharge une décharge rapide alors ou bien il faut un électronaire faut que la valeur la valeur de la durée de la durée petit donc il a quand même la valeur de la durée petit هذا يعني ان دو r bien il faut donc il faut choisir la valeur de r petit donc خاص تكون تهدي لا فالور ديال r خاص تكون بوتي. اذا هكا سالينا التمرين رقم 2، نتلاقاو ان شاء الله في فيديو اخر باش نصحو التمرين رقم 3، والسلام عليكم ورحمه الله.